كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بنتي سبت الجمعة بنت ياسر الله يرحمه كي وصل باقي ما لقينا حتى الان مازال ما لقيتوش الجثات الاب ديالك والام ديالك وصلتها الخبر قالوا لي الام ديالك ما كايناش هنا في مريضه مسكينه تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.